إذاعة القيروان صحة. مرحبا بالناس اللي التحقتوا بينا في الاستماع. عاصمة مرام الخليط وصل ل 33 دقيقة بعد العشرة في سانتي 5.0. سانتي 5.0 كالعادة في سانتي 5.0 نحاولوا نسلطوا الضوء على أهم المواضيع اللي تهم الصحة نتاعكم. اليوم باش نمشيو للصحة التغذية نتاعكم في ألو دكتور. ألو دكتور. ألو دكتور، لليوم نحاولوا نحكي لكم في خضم ارتفاع درجات الحرارة اللي شدناها تقريبا منذ شهر ماي. ناس الكل تستحق الشرب كمية كبيرة من الماء. قديش يحتاج بدلنا من نسبة مياه اللي يفضل استهلاك المياه على طبيعتها، وإلا نجم ناخذ ونمتد حاجات أخرى لترتيب الجسم في الطقس الحار؟ هل هنالك بدائل للماء؟ هذا اللي باش نعرفوه بأكثر تفاصيل. حاضرة معنا أخصائية التغذية مريم توكيبري. صباح النور. مرحبا بك مريم على موجة راديو الحياة فهم. دونك مريم، أكيد كما نعرفوا في الطقس هذايا يرتفع خطر الإصابة بالجفاف. برشا ناس تنجم تلتجأ إلى شرب الماء، فما ناس تنجم ما تقبلش شرب الماء. طبيعة الماء، هل أنه تكون طبيعته حارة وإلا باردة وإلا في درجة الحرارة متاعه؟ هذا اللي باش نحاولوا نعرفوه بأكثر تفاصيل. وشنو الحاجات المثالية لترتيب الجسم مريم؟ بالضبط كما حكيت انت، نحب نبدا باول نقطه اللي هما الناس اللي يستحقوا اكثر الماء واللي ديما نفقدوه ونفكروا في شرب الماء. هما الناس الكبار في العمر، الصغيرات، النساء الحوامل واللي رضعوا. دونك هذوما الاربع اشخاص اللي راهم يستحقوا كميه كبيره من الماء واللي راهم ما يحسوش العطش، على خاطر الجسم نتاعهم ما ينجمش يعطي معناتها الريفلكس نتاع العطش باش الانسان يشرب. دونك اللي عنده انسان كبير في الدار والا صغيرات ولا مرات رضع ولا حبله، يلزم راهو ديما اللي بحذاها يفكرها في شرب الماء. بالنسبه للناس الكل توا معناتها بدون استثناء نستحقوا تقريبا بين 30 و 50 ملل على كل كيلو ميزان. يعني تقريبا الشخص اللي يوزن 70 كيلو يستحق مينيموم 30 ماء في النهار. كي نقولوا ماء، هنا نحكيوا على ماء بيغ، معناتها ماء عادي، ماهوش جو، ماهوش قهوه والا تي، ماهوش جازوز، معناتها نحكيوا على ماء عادي، خاطر الجسم نتاعنا يستحق للماء هذاك لتجديد الخلايا، للتركيبه نتاعو، للدوره الدمويه، لتصفيه الجسم، معناتها يستحق الماء العادي. دونك هذا فيما يخص الاحتياجات وشكون الناس اللي يستحقوا الماء اكثر من غيرهم. فوالا مريم، هنا دونك ناكدوا احنا على ضروره كونه تكون الماء بيغ كما قلنا بالنسبه لكنتي كما كنت صرحت. هل انه يفضل هنا استهلاك الماء البارد والا الماء؟ خاطر نعرفوا في الطقس هذا برشا ناس تميل اللي تحب تقول لك انا ماء بارد نحسه يرويني اكثر. هل انه المعلومه هذه تعتبر صحيحه مريم؟ هي راهو لا ماهوش صحيحه بالكل. هنا فما حاجتين، الحاجه الاولانيه اللي راهو الماء البارد ينجم يخلينا نشربوا اقل، خاطر اللي باش يشرب الماء يكون بارد يكون باش يشرب مثلا كاس كامل يولي نجم يكتفي بنص كاس، خاطر البروده هذيك باش تعطيه احساس انه معناتها سواه وخذاك الحاجه نتاعو نتاع الماء. الوغ كان يشرب ماء عادي اتمبيراتور امبيونت باش يشرب اكثر، لانه مش باش يحس في ساعة بالليدغاتاسيون هذيك، بالتالي ياخذ اكثر كميه نتاع ماء. وفيني حاجه اللي راهو الماء البارد والا الجازوز البارد ولا الكلاس والا غيرهم، اي حاجه التمبيراتور نتاعها تكون هابطة معناتها تكون حاجة باردة، راهو باش تخلي الجسم يخدم أكثر ويفرز أكثر حرارة. معناها الماء البارد راهو بيانكو يظهر بارد ويفرشك وحاجة مستحبة، أما راهو الداخل باش يخلي الدم يسخن أكثر، خاطر الجسم باش يعمل معناتها كيما نقولوا أن إفور سوبليمونتير باش ينجم يرجع الحاجة هذيك للتمبيراتور العادية كيما في وسط المعدة. دونك بالتالي فكي الإفور سوبليمونتير هذيك راهو باش تدير الترموجينيز اللي هو إفراز الحرارة في الجسم، وبالتالي باش نسخنوا أكثر. فوالا دونك من المستحسن يكون الماء عادي والا حتى كان بارد، معناها ليجيرمون فخوا، ما يكونش معناها ليجيرمون فخي، ما يكونش ماء قريب يوصل معناها غلاسون ولا معناها نحسوه اللي بارد برشا. هنا يا مريم انت فكرت اللي لازم اقل حاجه اذا كان نحسبه في معدل الوزن الطبيعي يكون ما اقلش من اي ترتين في النهار، وهذا اللي يكون ماء طبيعي ماء بيغ، معناها نشربه كان الماء. اكيد جسمنا نجم نمدوه بحاجات اخرى اللي تنجم خلينا نقولوا ترطب الجسم نتاعنا، كيما الخضروات اللي فما خضروات غنيه بالمياه، فما عصائر وبيان سور انت هنا نحب كاخصائيه تغذيه تركز لنا على العصائر الطبيعيه معناها، ويبعدوا لنا على العصائر المحلات خاصه والجازوز اللي في الطقس هذايا جينيرالمون يقول لك انا باش نبرد روحي ونروي روحي نمشي للجازوز والا العصائر حتى الموجوده في المحلات. هنا شنو النصائح اللي نجموا نمدوا بها ساده مستمعين؟ هنا نجموا نقولوا فما ثلاثه انواع
تاع حاجات نجم تعطينا الماء، الحاجتين اللي هما نجم نقولوا حاجات صحيه ومنصوح بها، دونك الكلاسونيا اللي هي الحليب ومشتقاته، دونك نحكيو هنا على كل ما هو البن غايب، ياغورت، غوتا، الحاجات اللي هما يعطيو الماء للجسم نتاعنا ويعطيو كالسيوم ويعطيو فيتامينات واملاح معدنيه، دونك مستحبين برشا ومنصوح بهم برشا. الحاجه الثانيه اللي هي صحيه نحكيو على العصائر الطبيعيه، كي نقولوا عصير طبيعي معناتها الغله صحات كامله بالالياف نتاعها مع الماء، من غير ما يكون ثم اكستراكسيون نتاع الالياف هذوكم، باش نجموا الالياف غادي يحسوا اكثر بالشبع، يحسنوا عمليه الهضم، اي سورتو ينقصوا امتصاص السكريات اللي في الغله. دونك باش نعملوا جيم تاع خوخ ولا نتاع مشماش والا غيره، تطرحها الكعبه كامله في وسط الماء. دونك هذايا كيف كيف حاجه منصوح بها من غير اضافه سكر. هذه حاجة نركز عليها بكدا بكدا. نجمو نزيدو كمال، نجمو نزيدو ماء عطشية، ماء ورد، أي حاجة، أما السكر ماذا بينا لا، خاطر ما كانش باش تولي كلاسي في لي سكري. راهو أي حاجة ولات فيها سكر راهي تولي عبارة جاتو ولا عبارة كيك ولا شوكولا. طيب أنا ما عادش نحكيو على حاجة طبيعية منصوح بها. والحاجة الثالثة اللي هي ماهيش صحية بيان سور، نحكيو على الجازوز. اللي هو فيه الماء والسكر وفيه لي بول دو غاز هذوكم، اللي هما بطبيعه لهنا نحكيو على ديكالوري ويد، معناتها ما فماش منفعه للجسم نتاعنا، ما فماش فيتامينات، ما فماش املاح معدنيه، بالعكس والسكر هذاك راهو اللي باش ناخذوه كسوا في العصائر ولا في الجازوز راهو باش يولي يعطش اكثر. معناتها احنا نجيو باش نرويو رواحنا، نلقاو احنا تروينا وقتها في الوقت معناها فك الدرج هذاك، وبعد باش يولي الجسم نتاعنا يطلب اكثر ماء، واذا كان ما نعطيهوش الماء باش يولي يتعرض للجفاف ولا للديزيغاتاسيون دون مانيير جينيرال. دونك لهنا راهو ماذا بينا اون ايفيت الجازوز والا لي جو امبالي اللي هما بيه السكر، نمشيو اكثر العصائر الطبيعيه للخضروات اللي هي الخضره نتاع الوقت هذا، معناها نحكيو على الخيار، الطماطم، كسوا في سلايت، والا مثلا فما حتى البذور ولا الخضره معناها تكون طايبه، ولا حتى فما توا دي سوب فخواد معناها مريم نحكيو مثلا على الخيار، نجمو نعملوه مثلا مع حتى كعبه تفاح، نجمو نزيدوه في الماء ويكون كانه معناتها ان جو دو ليغوم دو فخوي اون ميم طون، ويكون غني بالالياف. بالضبط، يكون غني بالالياف وغني بالفيتامينات اللي يستحقها الجسم تاعنا، خاصه توا خاطر جو سوليني معناتها ان بوان تري امبورتون، اللي راهو وقت اللي احنا نتعرضوا للتعرق، وقت اللي تبدا فما اون ترانسبيراسيون اكسيسيف، كسوا البدن يعرق برشا والا مثلا مشينا ياسر في السخانه، والا الناس اللي خدمتهم يخدموا برشا معناتها في البلاصه تكون فيها سخانه وفيها شمس ربي يعينهم، راهو اللي يتعرضوا برشا للتعرق هذاك راهو فما اون فيت نتاع ماء ونتاع املاح بالجسم نتاعنا. دونك مهم برشا انه نركزوا على الخضره والغله اللي هي تعطي الماء وتعطي الاملاح بوغ ريكوبيراسيون للبدن. فوالا فوالا. هنا يا مريم ممكن سؤال يطرح نفسه، يقول احنا ايه بدنا صحيح يستحق الكميات من الماء اللي لازمنا نوفروها، ولازمنا ديما ما نستناوش رواحنا حتى اللي نعطشوا باش ناخذوا كميه ماء، فما ناس نجم تفرط في شربين الماء، هل انه الافراط في شربين الماء نجم ياثر على صحه البدن نتاعنا مريم؟ اي بالطبيعه هو هو في التوازن الغذائي لا افراط ولا تفريط، معناتها فما برشا ناس يقول لك انا نشرب 6-7 ايطات ماء في النهار ولا حنا يقول لي برشا، خاطر الماء هذاك كي باش يدخل الجسم نتاعنا راهو باش يتعدى بمراحل، منهم المرحله نتاع تصفيه الدم اللي هي في الكلاوي، دونك لهنا نجم يولي فما ان اكسي، وبالطبيعه ماهوش منصوح به بالكل، دونك تقريبا لازم نسمعوا الدم نتاعنا فيما يخص العطش، اذا كان الانسان مثال يشرب الماء معناتها كيف ما قلنا وقت باش نعطشوا باش نشربوا، والا فما شكون منظم يقول لك انا نعطي روحي نشرب دم ستين في النهار دونك لازم نشربهم، هذوك هما اللي هما كيف ايفات. الناس اللي ما تشربش الماء والتنس انها ما تشربش وما يحسوش العطش بالكل، هما اللي يلزمهم يتفكروا رواحهم ويرجعوا يشربوا اكثر، يغطوا على روحهم شويه شويه الماء حتى يولي عندهم الاحساس نتاع العطش يرجع. اما بيان سور ما نزيدوش الماء على القيمه، مش معناتها نشربوا قد معناها اكثر من اللي نستحقوا له، والا نوديو نحسوا احنا كاريمون مفروض علينا نشربوا 4 أو 5 ايفات، تحس بالقلق في المعده وتولي فما اعراض جانبيه اخرى. فوالا جو السؤال نخدموا به مريم، نعرف احنا دخل ثقافه الديتوكس في حياتنا اليوميه، وقلنا احنا الماء نشربوها على طبيعته، هل انه الاضافات نتاع الخيار نتاع الفريز نتاع القارص في وسط الماء تنجم تعاون، خاصه فما برشا ناس اللي ما يحبوش يشربوا الماء وما يميلذش عليهم خلينا نقول بلغتنا العاميه الماء، هنا ماذا بينا انت كاخصائي التغذيه تحاول تعطينا هكا ديزاستوس اللي باش نشجعوا الناس باش يشربوا الماء، حتى كي نحط هكا بجنبه حاجات تشجعوا باش يشرب الماء. هو مثالش بالنسبه للناس اللي ما يشربوش الماء واللي يحبوا معناتها يدوها اون او اروماتيزي، ينجموا يزيدوا الخيار، يزيدوا القرفه، النعناع،
بطبيعة القاف إذا كانت مشكلة في المعدة وإلا غيره ما حتى مشكلة هنا، أما ديما نحكيو في الديبو معناها يعملها كوم أستوس باش يسند روحه بشرب الماء باش يعجبوا الماء، أما بعد يلزم يرجع للماء بيغ. نحاولوا نتفاداو إضافة الغلة خاطر الغلة فيها الفركتوز دونك اللي هو السكر نتاع الغلة، بالتالي الماء هذاك باش يكون فيه سكريات، وإحنا حاجتنا بالماء ما يكونش فيه سكريات بالطبيعة إلا إذا كان نشربوا جو بيان سور. سينو نحب نأكد على أنه ماذا بينا الخضرة هذه بالنسبة للناس اللي يقول لك نشرب كان ديتوكس ما نجمش نشرب الماء بالكل على طول، ماذا بينا يولي يمشي أكثر للخضرة البيولوجية خاطر ديما نعرفوا اللي الخضرة والغلة فيها مكون شوية ديبيستيسيد دونك هذاك نجم يخش في الماء، واللي كان باش نشربوه على طول كما قلنا ما نشربوش الماء بيغ يولي فما مشكل فيه. دونك ماذا بينا ديما نرجعوا للماء بيغ نستعملوا الطرق هذيا إذا كان ما نشربوش باش نتنسوا احنا من بعد نرجعوا للماء العادي. ميرسي بوكو مريم توكيبري أخصائية تغذية على الوقت نتاعك اللي عطيتونا في موضوعنا لليوم أهمية ترتيب الجسم والكميات المسموح بها للماء اللي لازم ياخذوها الناس الكل في فقرتنا لليوم. ألو دكتور. ألو دكتور. أكيد احنا مازلنا مواصلين معاكم المشوار في سونتي 5.0 حتى نص نهار في مختلف الفقرات، بعد بشوية نجيكم بأهم الأخبار وآخر المستجدات على الساحة الوطنية والعالمية فيما يخص الوضع الوبائي في تونس فيما يخص كوفيد 19.